بالتطوير اللي كان اليوم هو الاقوى. دار البدايه ديال المباراه موفقه، استطاع يسجل في الدقائق الاولى جوج الاصابات، الشيء اللي خلى على ان المباراه تصعب على استاد ماروكو. من بعد اللاعبين دخلوا في المباراه ويمكن اللعب متساوي شيئا ما الى غايه نهايه الشوط الاول. الشوط الثاني كان اللعب شيئا ما متكافئ، ولكن الاصابه الثالثه يعني ضربات كاع الامال ديال اننا نرجعوا في المباراه. مع ذلك اللاعبين بقاو تايقين في انهم ممكن يسجلوا هدف اللي كان ممكن يعطيهم حيويه اكثر. اليوم فريق الصاد المغربي بالرغم من انه يعني كافح، ولكن طاح امام خصم اللي كان منظم عنيد، يعني عنده رغبه كبيره في انه يفوز. فاز بربعه الاصابات، فوز مستحق. احنا ما علينا الا نراجع الاوراق ديالنا والانسان يزيد يخدم، لان كره القدم هي هذه، وخصوصا المباريات ديال الكاس كتكون مباريات صعيبه خروج المغلوب. اليوم انهزمنا شيء طبيعي لان الفريق الخصم كان اقوى منا تقريبا على جميع المستويات.